حملت تطبيق زين كاش وما عندك محفظة؟ جهز هويتك وافتح محفظتك هلا من نفس التطبيق. بعد تخطي الشاشات الإرشادية اضغط على تسجيل الدخول وابدأ بإدخال رقم الموبايل الخاص بك، ورح توصلك رسالة برمز التحقق من 5 أرقام للاستخدام مرة واحدة. صور هويتك من الوجهين وعبي بياناتك مع إدخال رقم الهوية وتاريخ انتهائها. تصور فيديو انت ماسك الهوية، اضغط على تسجيل، ابتسم للكاميرا ثم التأكيد والمتابعة. انشئ كلمة مرور للتطبيق تحتوي على حرف كابيتال ورقم ورمز. بعد الشروط والأحكام سجل الدخول برقم المحفظة واستخدم الرقم السري اللي بوصلك برسالة من 4 أرقام، وانتظر التفعيل لاستخدام الخدمات.